على بركة الله، دائما في إطار وصفات أطباق تفرح أم البنين. اليوم لنعطيكم وصفة صحراوية بامتياز، خفيفة سهلة صحية 100%، بدون مواد حافظة، طبيعية بدون منكهات بدون أي شيء. وصفتنا اليوم هي عبارة عن حساء الفطور سواء الفطور اليومي ديال الصباح أو فطور رمضان، وعينا نتسحروا بها، معروفة عند الصحراويين، هي حساء المقلي. حساء المقلي هو حساء الشعير المحمر. شنو هو المقلي؟ هو هذا اللي تعرفوا فيه المقلي، الزرع او الشعير منقي مغسول منشف ومحمر ومطحون. انا هون اللي نعذب من خالته، لان خالته صحيه وما نبغي نقلعها منه. الطريقه شنو هي؟ سهله بسيطه. عندنا القياس اللي بغينا ديال الدقيق المقلي، الزيت الحر، وبالنسبه للمنسم كاين اللي يبغي السكر وكاين اللي يبغي الملح، لا انتم واختياركم. بغيتو تتجاوزوا كاع الملح والسكر يعود الطبيعي اخر، لا اللي بغيتو. الطريقه شنو هي؟ كنكبر اناء فيه شويه ديال الماء بارد، نعدل فيه المقلي، قياسي ديال المقلي. هذا الحساء معروف على انه يقلع العطش ويقبض النهار كامل، مولاه تسحر به والله، مولاه فطر به وقايس شغله والله، التركه قايسين القرايه النهار كامل، ما يجوعوا لا يعطشوا، ما يخلي العطش ولا يخلي. اذا درت انا المقلي هون في الماء البارد، نخلطوه لين نقلعوا الكراكيب كامل. نقلعوا الكراكيب كامل ونضيفوه للقميله. القميله هون انا معدله فيها الماء، درت فيها شوي الملح، لا شوي، ندير فيها الزيت الحار. ونفس الطريقه كنبدو نعدلوها الحساء الزرع اللي ما هو مقلي، غير لا هذا كيطيب بالعجله، بما انني انا ماني صايبه نعدلو بالعجله. هذا ما يحتاج يطيب، لا يختار شوي ونطفو عليه. الثاني ديال الشعير اللي ما هو مقلي يبغي الوقت شوي، يبغي ياسر من التفاصيل، من بعد نعدل لكم ان شاء الله. وبما انني انا الوقت ما هو عندي والوقت لحقت التركه القرايه، نختار نعدل هذا بسيط ساهل، ونشتركوا معاكم. يعني تم نحركوا الين يختار ونعس لكم. الحساء راه يوجد في دقيقتين، ما علي ما بقى لي الا نطرحه ونرجع لكم. حسن المقلي اللي عدلت معاكم اليوم رائع وجد حبيباتي، بسيط سهل سريع التحضير. خالق منا اللي يزيدوا الحليب يبغي يدير مع الحليب، انا هون عدلته وحده عادي، وقدمت لكم مع التمر مع قدحه من البن الغنم ومع كاس من الشاي. راني ملاحقه لكم ثواب ذا، واني بكم، صباحكم مبروك، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله وفيديو جديد، واني بكم، خليتكم على خير ومهبس.